الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونحن في هذا الشهر المبارك كثيرا ما نجد تلك الخصومات والصراعات، والناس يكثر غضبها في هذا الشهر، متحججين أن هذا الشهر مبرر والصيام مبرر فيه للغضب، ولكن ينبغي استحضار. ونحن كمؤمنين أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن الأبواب التي نتأسى فيها برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تأسينا به في أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صاحب حلم، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يضبط نفسه ولا يتسرع في الغضب، ويثني على من كانت فيه خصلة الحلم والأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ذاك الرجل فقال له: يا رسول الله أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم طبيب يعطي الدواء بقدر المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جاء يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ينبغي استحضار هذا الشعار في حياتك، وأنت تسير مع أهلك ومع جيرانك، وأنت في رمضان وفي غير رمضان، ينبغي أن تستحضر هذه الوصية النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فحذر هذا الرجل، حذره النبي صلى الله عليه وسلم من آفة الغضب، قال له: لا تغضب. أنت تذكر هذه الوصية حينما تقع في موقف مستفز، موقف يجعل منك في طريقك إلى الغضب، فينبغي أن تتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الفلاح والصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال موصيا أو مبينا فضل الحلم والأناة وكظم الغيظ، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. عندك القدرة على أن تنفذ هذا الغضب، وأن تنتقم، وأن تفعل بالذي أغضبك كذا وكذا، لكنك تذكرت وصية الله ووصية نبيه: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أعطى، يدعوك الله جل وعلا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك الموقف الحرج الذي تضيق فيه الحال، في ذلك الزمن الذي ترتعش فيه وترتعد فيه القلوب، يدعوك الله جل وعلا على رؤوس الخلائق: فلان ابن فلان الذي كظم غيظه في يوم من الأيام، فيخيرك الله جل وعلا في ذلك على رؤوس الخلائق: من أي الحور شئت، من أي الحور شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذاك الأعرابي فقال: يا رسول الله، أعطيني من مال الله الذي أعطاك. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن كظم غيظه وأمر به لهذا الأعرابي بالعطاء. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا. يأتي يهودي، وما أدراك ما يهودي، يأتي فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم من تلابيبه ويهز النبي هزة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يكاد يتميز من الغيظ، فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن لي أن أقتل هذا اليهودي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلب هذا اليهودي مالا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: زده قدر ما روعته. التعويض النفسي، أي حلم هذا، وأي أنات، وأي أخلاق، وأي قلب واسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حبيبنا، وهذا القرآن بين أيدينا، يدعون أن نكون أصحاب حلم وأنات. فالجزاء من جنس العمل، إن كنت حليما في الدنيا فإن الله جل وعلا سيكون حليما عليك في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.